أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نشرة أسبوعية إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، ستتيح المجال أمام المؤسسات والأفراد للاطلاع على أخبار وفعاليات وإنجازات مجلس التعاون. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من الرياض مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الأستاذ فيصل الشيخ. أستاذ فيصل مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير أخوي الأستاذ حسين، شكرا على استضافتكم. يا مرحبا. هل اختياركم للغة العربية وأيضا اللغة الإنجليزية لهذه النشرة يعني أنكم تستهدفون الرأي العام ليس فقط الخليجي والعربي إنما الدولي أيضا؟ نعم طبعا أخي الفاضل، هذه النشرة يعني وجدت بداية الفكرة كانت توجيهات من معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجاءت تجسيدا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بضرورة إبراز منجزات العمل الخليجي المشترك ومسيرة مجلس التعاون المبارك التي ندخل عامها 38. وهذه الضرورة تكمن في ضرورة إيصال الإنجازات الخليجية ليست فقط للمواطن الخليجي وحده وأيضا للمجتمع الدولي. وطبعا جاءت فكرة النشرة الإلكترونية التي تتضمن ليست فقط أخبار مجلس التعاون وأخبار لجانة، بل أيضا الإنجازات التي تحققت والبيانات التي تصدر عن قمم القادة حفظهم الله، وأيضا معلومات كثيرة عن المواطنة الخليجية والسوق الخليجي وغيرها مما حققه المجلس طوال هذه الأربعة عقود إن جاز لنا التعبير. طبعا الاستهداف لشريحة كبيرة من الجماهير من خلال هذه النشرة التي تتيح التسجيل عليها من خلال البريد الإلكتروني. طبعا وجدت نسخة باللغة العربية ووجدت نسخة باللغة الإنجليزية. طبعا تتشرف الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي التي أنا مسؤول عنها بتدشين النشرة اليوم، والحمد لله في يعني البدايات الأولى يعني سجلنا عمليات تسجيل ودخول على النشرة من مختلف أنحاء العالم. يعني الجميل سجلنا دخول من بعض الولايات الأمريكية وأيضا مناطق في أوروبا وبطبعا دول مجلس التعاون ومناطق في آسيا. نعم. طيب أستاذ فيصل، إلى أي مدى شكل لكم أنتم كأمانة عامة فضاء التواصل، إلى أي مدى شكل دافع يعني لإطلاق هذه النشرة؟ طبعا اليوم الإعلام التقليدي أو لنقل الإعلام المتمثل بالصحف والتلفزيونات ووسائل الإعلام يواجه تحديا جديدا من نوعه يتمثل وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الوسائل وحتى الدول وحتى الشخصيات العامة في الدول حتى على مستوى الرؤساء واكبت هذه الثورة المعلوماتية والتكنولوجية. اليوم قد يكون المشاهد أو المتابع أو أي مواطن لا يتواجد أمام شاشة التلفاز أو لا يقرأ الصحف، لكن بإمكان المعلومة أن تصل إليه عبر هاتفه الذكي أو الأجهزة اللوحية الذكية. بالتالي استغلال والاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية أمر لا بد منه، هو أمر واقع ويجب أن تتواكب مع المؤسسات وأيضا حتى المؤسسات الإعلامية. فكان التوجه اليوم لهذه الوسائل وهذه الأساليب بحيث أنك تصل لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين أو الناس. نعم. وبالفعل سجلنا كثير من الملاحظات من خلال ما ينشر ويبث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم يجب أن تواكب العالم تكنولوجيا. نعم. إذن مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة للمجلس فيصل الشيخ، شكرا جزيلا.